أعلنت شركة إير فرانس كلام أن الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس تسببت في خسائر في إيراداتها بلغت حوالي 50 مليون يورو خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني. الشركة أوضحت أن التراجع كان نتيجة لإلغاء العديد من المسافرين لرحلاتهم، كما أثرت الهجمات الإرهابية بشكل ملحوظ على الرحلات المتجهة إلى باريس والقادمة منها. إير فرانس نوهت إلى أنها تتوقع أن يزول هذا التراجع بنهاية الشهر الجاري. هذا وشهدت باريس هجمات إرهابية أوقعت 130 قتيلاً، ما أثر على مختلف القطاعات في فرنسا.